يسعد الله اوقاتكم مشاهدينا بكل خير، واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا بيتنا احلى. لما بتيجي سيره الغربه خصوصا في الكام سنه الاخيره بتتقلب المواجع على ناس عددهم مش بسيط. فالناس بقى اللي متغرب بسبب لقمه العيش، واللي متغرب بسبب ظروف شغله، والاصعب بقى اللي متغرب عشان دينه، لانه ببساطه مش عارف يقعد في بلد العربي بسبب تمسكه بكلمه حق او اصراره على الوقوف مع اهل العدل، فبيضطر يخرج بره بلده، فبيلاقي نفسه ربنا رزقه ببلد تاني، يا اما مضطر يخبي فيه هويته حفاظا برضه على نفسه، او انه بيأدي كل شعائر دينه وبيلتزم باللي ربنا امره بيه بس وحده وسط انحلال عايش فيه زي ما في كتير من الناس بتعيش في دول الغرب. بيقول ابن القيم رحمه الله في قول الله تعالى ان ابراهيم كان امه، ان سيدنا ابراهيم سمي امه لانه كان وحده مسلم وكل من في الارض وقتها كفار. عقم ابن عباس على كلامه وقال لكي لا يستوحش السالكون حين يجدوا انفسهم فرادى فيتخذوا من ابراهيم قدوه. ويمكن الغربه الاشد بقى على الاطلاق انك تبقى عايش وسط بلدك واهلك وناسك بس حاسس انك غريب، مش فاهم تصرفاتهم ولا راضي عن اخلاقهم، وبتبصلك ان انت اللي غريب وجاي من عالم تاني خالص. بيحكوا زمان عن قصه رئيس عصابه لسرقه البيوت، طلع سور بيت هو والرباطيه اللي معاه، وبعد ما كانوا خلاص هيدخلوا البيت قال لهم لا احنا مش هنكمل سرقه البيت ده. فقالوا له ليه؟ فكان سببه ان انا اكلت في البيت ده قبل كده فما ينفعش اسرقه. اعتقد دلوقتي بقى حدث ولا حرج في كم الاحباب اللي كانوا احباب بقوا بيسرقوا بعض ويخونوا ويخونوا بعض في الاموال والاعراض والاخلاق الا من رحم ربي. وخلينا نقول ان هم كتير بصراحه، لان دايما بس يعني الامثال الفاسده هي اللي بتنتشر بشكل اسرع شويه. من الظريف برضو اللي يذكر في السياق ده بيت شعر قايله عن طرف مشدد اللي مال الدنيا اشعار وغزل في عبله في الجاهليه، بيقول فيه واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. حتى في الجاهليه كان فيهم اخلاق، مع ان اكتر من عاشوا الغربه كانوا الانبياء اللي جم في الجاهليه، سواء بقى كان سيدنا شعيب او سيدنا لوط او حتى معظم الانبياء عليهم افضل الصلاه واتم التسليم. حتى الاسلام نفسه اول ما بدا غريب. في الحديث الشريف بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. قالوا وما الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي. غربه الاخلاق اللي بنعيشها دلوقتي ازاي نتعامل معاها وازاي ما نخليهاش تاثر فينا سلبا، وازاي حتى نقدر نغيرها للافضل، ده نقاشنا معاكم باذن الله بعد الفاصل.